جينا خويا هذا الصباح الخدمة كعادي، جينا عادي للخدمة كيف ديما، كنتفاجئو بكارثة داخل في السبيطار ديال عشرين غش. هذا شخص معرفش كي زاول من هنا الداخل، عيط في التليفون وحدة في الشيفة، دخلت لعندو صافي وقعت الواقعة. كنت عندو هو مجد انا عارف لا ما بانش هنا، هو الداخل وتهز من الداخل، عيط من الداخل دخلت عندو. ياك الشيء اللي سمعنا ياك خويا. انت كنت حارس سيارات هنا قديم، يعني كيفاش جاكم هذا الشيء؟ صدمه كل شيء دابا كيعاني، حتى دوك الناس اللي عندهم رونديفوات وهادي اللي جاي غيتصل، بس ما بقاش قدا شغله، يعني كارثه حول ولا قوه الا بالله. هي خدامه في الشركه كاين بزاف خويا، راك عارف الناس بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله. كيبان لي اخويا قلد الدين، هي اللي غادا بينا بحال هكا.